بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله. أيها الحضور الكرام، بعظيم الفخر وغامر الغبطة والسرور وبالغ الشرف، أقف أمامكم إجلالا وإكبارا لأرحب بحضور نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد إلياس عمر، وكذا بالسادة الأفاضل أعضاء المكتب السياسي للحزب. كما نرحب بحرارة بالسيدة الفاضلة نائبة رئيسة منظمة المرأة في دلالة كبيرة ونوعية لتمثيل المرأة، وعطفا على ترحيبها أيضا بالسيدة رئيسة منظمة الشباب دعامة مشروعنا السياسي القوي. وأمنا في حد المشرق خدمة لهذا الوطن الغالي. أيها الحضور الأكارم، نرحب كذلك بالسيد الأمين العام الجهوي للجهة الشرقية، والسيد رئيس المجلس الجهوي، والسادة الأمناء الإقليميون، والسادة المستشارون الأفاضل، والمناظر ومناظرات حزبنا الشرفاء. أيها الضيوف الكرام، وطعتم أهلا ونزلتم سهلا في رحاب هذه القاعة الفسيحة بحضوركم في حدث جسيم وأمر عظيم يتمثل في لقاء خطابي سياسي إنساني وتواصل بامتياز فريد من نوعه بالمنطقة الشرقية، بحيث حظيت مدينة الألفية بشرف استضافة رجال الحزب الأبداد ونساء المناضلات، وكذا شرف تنظيم لقاء قل نظيره لما يكتنفه من دلالات وقيمة نوعية وإضافية لحزب الجرار العتيد الذي يفخر بكم وبنضالكم وبحضوركم المتميز. إنه بلا شك للقاء الحضاري وذو مغزى وأثر، وسيعطي بيقين راسخ صدى كبيرا بفضل المجهودات الجبارة التي بذلها ولا يزال كوادر الحزب وأطره الشرفاء من أجل توسيع القاعدة النوعية التي يراهن عليها حزب الأصالة والمعاصرة لفتح أفق سياسي جديد. فنحن كحزب مؤمن بالتغيير والتشاركية وفتح المجال أمام المبادرات الخلاقة والطاقات الشابة الواعدة والأطر الكفأة، وخير دليل على هذا حضوركم القيم في فسيفساء نوعية من أساتذة جامعيين ودكاترة وأطباء ومهندسين ومدراء ورؤساء أقسام وأطر إداريين ورجال أعمال وموظفين على مختلف الأصعدة والقطاعات العمومية والخاصة والشركات والفاعلين الجمعويين ورواد المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية والرياضية والمجالس والطلبة الباحثين والضيوف الأفاضل. فحزبنا الأصيل والمعاصر في نفس الوقت يعتمد على مقاربته السياسية وتصوره المنهجي على شرائح المجتمع كلها في شكل نوعي، وهذا ما ينبني عليه أملنا وعملنا. فرهاننا كله مبني على مواطن صالح لنفسه وغيره ولوطنه. ومدينة والجهة الشرقية في هذه المرحلة التاريخية التي تتسم بخصوصيات تهم مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تستحق منا تقديم الأفضل في إطار المفاهيم والأبعاد الدستورية الجديدة والحكامة الجيدة والأسلوب السياسي الحضاري القويم، متجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبارك في عمره وعمله. دامت لكم أطيب اللحظات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.